خلال توفير سلعه اساسيه اخرى بطاقه 16000 طن. تصنيع الحلاوه يا فندم بيبدا من تصنيع الطحينه، وتصنيع الطحينه بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله مرحله الغربله والتنقيه، هنا سيادتك مشرفنا في مرحله تقشير السمسم والغسيل والتجفيف ثم التحميص من خلال سيادتك صومعتين موجودين. اتفضل يا فندم. انتهاء سيادتك تحميص السمسم بيمر في مرحله الطحن والتنعيم لتحويله الى طحين. اللي على شمال سيادتك بعد كده يا فندم بوصول المنتج التام الى مرحله الطحينه بيتم نقله عن طريق البمبات اللي موجوده وتحويله لمسارات التعبئه. في حاله توصيله الى منتج حلاوه يتم اضافه محلول السكري في منطقه الطبخ ثم تحويله عن طريق المبات الى ماكينات التعبئه. ماكينه تعبئه العلب يليها خط البار، ماكينه تعبئه البار، عشان نعظم الاستفاده يا فندم من ماكينات والمحامص اللي موجوده اضفنا خط لتعبئه الفول السوداني والسمسم كاضافه لمتطلبات السوق. على طول سيادتك يا فندم الشتات الحلاوه بتنزل في شتات ثم تمر بمراحل التقطيع والتسليم. اتفضل. هنا سيادتك الحلاوه بتمر بشيت، بعد كده بتمر بتقطيع مكنه طوليه ومكنه عرضيه بالوزن المطلوب، كله مميز باستخدام الاسكادا اللي بتحدد الوزن المطلوب اللي احنا محتاجينه. هنا يا فندم خط تعبئه الحلاوه البورشن الاسبريد، ممكن يعمل نوتيلا او اسبريد 30 جرام لحد 50 جرام. ايه دي حلاوه الاسبريد؟ دي طلبه المدارس يا فندم والسوق المحلي. طاقه المصنع طاقه كبيره جدا من 220 مليون بار. في جزء سيادتك بنسبه 25% للتغذيه و73% من الطاقه هنطرحها في السوق المحلي وهتبقى قيمه مضافه. ان الطاقه الجديده نزلت في السوق عشان تخفف الضغط. هنا يا فندم تعبئه الطحينه، وبتتم اول مرحله جهاز التعقيم للبرطمان عشان نتاكد من خروج من جميع ما فيهاش اي حاجات مسببه او مثمرات. بعد كده بيخش لمنطقه التعبئه. منطقه التعبئه يا فندم هنا بيعدي البرطمانات طبقا للاوسان. في البرطمانات في كيلو 100 جرام حسب الوزن وحسب مستوى.
مشاهدينا الكرام، ما نزال مع حضراتكم في إطار فعاليات هذه الجولة وهذه الافتتاحات هنا في شركة سايلو فودز للأغذية. هذا الصرح العملاق وهذه المدينة الصناعية الغذائية التي تعد الوحيدة في الشرق الأوسط بهذا المفهوم وبهذا الحجم، حيث تبلغ مساحتها نحو 547 ألف متر مربع. الكثير من المنشآت ومن الهناجر، وكما تتابعون في هذه الصور شاحنات النقل التي تنقل المنتجات إلى كافة أماكن وربوع ومحافظات مصر. المتتبع لحجم هذا المشروع سيجد أن هذا المشروع هو مشروع متكامل يحتوي على كل ما يمكن أن يكون عنصرا وإسهاما حقيقيا في كونها مدينة متكاملة. هي مدينة بها الخدمات، ولا أقصد مدينة السادات، بل أقصد هذه المدينة الصناعية الموجودة بمدينة السادات. هي مدينة في حد ذاتها متكاملة، مدينة تستطيع أن تستوعب أعدادا كبيرة من العاملين هنا بهذه الشركة في خدمات فندقية تقدم إليهم، وكذلك المحال وغيرها من الخدمات التي تقدم سواء للعاملين في هذه المدينة أو كذلك بعض الخدمات التي تقدم بشكل عام لأهالي مدينة السادات. يتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى مصنع الطباعة، حيث يتم طبع المغلفات والمنتجات الموجودة والتي يتم إنتاجها في مصانع الشركة المختلفة. وقد تبعنا قسما من هذه المصانع ونتجه إلى أحدها الآن، حيث يتفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمع إلى شرح من المختصين ومن المسؤولين ومن رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للأغذية حول مراحل سير العمل. يتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى مصنع الطباعة الموجود هنا ووحدة المذيبات التي ترتبط كثيرا بالطباعة. نتابع مع حضراتكم. وحدة المذيبات تقوم بعمل المستحضرات اللازمة للطباعة، وذلك من خلال إعادة التدوير. وكما تتابعون مشاهدينا الكرام، فيظهر في
الصورة هذه الأغلفة المطبوعة هنا، لا يتم أو لا تتم الطباعة في مطابع خارجية، بل أنشئت وحدة للمذيبات ووحدة للطباعة هنا في مقر الشركة ليكون العمل متكاملا، ولكي لا تحتاج الشركة لأن تتعامل مع منتجات خارجية أو مستلزمات إنتاج من الخارج، بل تكون كل المستلزمات منتجة هنا وتتم التعبئة ويتم التغليف ويتم بعد ذلك وضعها في الصناديق التي كذلك تنتج هنا في داخل المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات. نتابع مشاهدينا الكرام مع حضراتكم هذه المشاهد، وربما يظهر جليا حجم المصانع وحجم الآلات التي توجد هنا في هذه المصانع على أحدث الطرز والموديلات. مشاهدينا الكرام، إن حجم الإنجاز الذي هو على الأرض بالفعل هو حجم كبير، فتغطي شركة سايلو فودز للأغذية جانبا كبيرا من الإنتاج المحلي لعدد من السلع، منها المكرونات المختلفة بأشكالها ومقاساتها المختلفة، وكذلك العوامل التي تدخل في تكوين الوجبات المدرسية للتلاميذ. وقد تابعنا منذ قليل حصول شركة سايلو على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث استطاعت الشركة أن توفر أكبر عدد من الوجبات المدرسية خلال أقل من عام، وذلك في سابقة تاريخية بتوفير 600 مليون وجبة مدرسية لتلاميذ المراحل المختلفة في مصر. يستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل لأهم المراحل الموجودة هنا في شركة سايلو فودز للأغذية، وذلك من خلال خطوط الإنتاج ومراحل الإنتاج المختلفة والتي هي مميكانة بالكامل. وقد ذهبت لأتفحص من قبل عددا من هذه المصانع ورأيت مراحل الإنتاج، وكان اللافت في الأمر أن المنتجات تخرج بالكامل دون أن تمتد إليها يد إنسانية. العمل كله مؤتمت والعمل كله مميكن، ومن مرحلة يتم التسليم إلى مرحلة أخرى حتى يخرج المنتج النهائي في أفضل صورة وبتغليف فاخر للغاية لمختلف المنتجات. هذا هو قسم الطباعة كما تشاهدون حضراتكم، ويتم تقطيع هذه الأفرخ الكبيرة إلى مقاسات أصغر من أجل أن يوضع على العلب وعلى المنتجات باسم الشركة وكذلك التفاصيل لكل منتج. ما تتابعون هو الآن وأريد أن أتحدث عنه هي هذه الصوامع العملاقة، حيث يأتي القمح عن طريق سيارات النقل ويتم ضخه في هذه الصوامع، ومن ثم بعد أن يتم تشوين القمح في الصوامع الكبيرة فإنها تنتقل إلى أو الأقماح تنتقل إلى المطاحن عن طريق أنابيب أوتوماتيكية
يتم ضخ القمح ثم طحنه ليصبح دقيقا، وبعد ذلك تمتد الأنابيب لعدد من المصانع الأخرى، سواء مصنع المكرونة أو مصنع البسكويت أو غيرها من المصانع التي تستخدم القمح، ويتم ذلك كما ذكرت لحضراتكم بشكل أوتوماتيكي بالكامل. العنصر البشري دوره الإشراف على حسن وانتظام سير العمل ومتابعة مدى دقة العمل، وكذلك الإشراف وتأكد من الجودة في المراحل المختلفة. لكن أيضا هناك غرف للمراقبة وللتحكم، وكذلك المعامل التي تقوم باختبار، وهذا هو المعمل المركزي، المعامل التي تقوم باختبار سلامة كل الأغذية. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر المعامل المركزية التي تعنى بالتأكد من سلامة وجودة الأغذية والمنتجات قبل تعبئتها وقبل تغليفها. كذلك هناك مرحلة لاحقة للفحص والتأكد من سلامة المنتجات بعد تعبئتها وقبل أن يتم نقلها. الآن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصانع الألبان وكذلك الأجبان التي يتم إنتاجها هنا، ويتم افتتاح هذه المرحلة اليوم إذانا ببدء الإنتاج وضخه إلى السوق المصرية على المستويات المختلفة. مشاهدينا الكرام، تقوم شركة سايلو فودز للأغذية بتوفير العديد من السلع الاستراتيجية التي تلزم المواطنين في حياتهم، وذلك من خلال توزيعها سواء عن طريق وزارة التموين من خلال البقالين والبدالين التموينيين، أو كذلك طرح المنتجات في الأسواق المختلفة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المنتجات هي موجهة لشرائح مالية واقتصادية مختلفة، ومنها كذلك ما هو موجه للتصدير، حيث هناك درجات من الإنتاج في المنتجات المختلفة وبأسعار متفاوتة، إلا أن القاسم المشترك في هذه المنتجات أنها بجودة لا تقل عنها كل هذه المنتجات، كذلك بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، ربما بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 20% أو 30% عن مثيلتها من المنتجات، وإن لم تكن تماثلها في الجودة فهي بجودة أعلى من ذلك. يظهر هنا كذلك أسطول النقل البري، حيث يتم شحن البضائع والمنتجات بالشكل الآلي، وكذلك
في بعض المنتجات يتم الاستعانة بالشحن اليدوي، لكن يجيء ذلك بعد تغليف المنتجات في كراتين مختلفة، وبالتالي تضمن الشركة نظافة وسلامة كل المنتجات التي تخرج منها وتتوجه إلى الأسواق في محافظات مصر المختلفة التي تغطي أنحاء الجمهورية. الشركة تنتج ومسؤولة عن ضخ 1200 طن يوميا من المكرونات المختلفة، والسوق المصرية تستوعب وتستهلك يوميا نحو 3000 طن، أي ما يزيد قليلا على 35% من إجمالي إنتاج واستهلاك المكرونة في الجمهورية، وبالتالي فالشركة تسهم في الأمن الغذائي في مواد مختلفة ربما بأكثر من ثلث احتياجات المواطنين في كافة ربوع الجمهورية، وهو ما يضع بارزة ومهمة على دور شركة سايلو فودز للأغذية في تأمين احتياجات المواطن، وكذلك في تحقيق استقرار وتوازن الأسواق والأسعار في ظل عالم يموج بارتفاعات شديدة ومتقلبة في الأسعار، وهو ما نشهده خلال الأشهر الماضية في السوق المصرية. لذلك فإنتاج الشركة وبهذه الغزارة يسهم في توازن الأسعار عند حد معين، وكي لا تزيد أكثر عن طريق مبادئ المنافسة وقانون العرض والطلب، فكلما زاد عرض إحدى المنتجات فإن الأسعار تقل وبالتالي تزداد المنافسة، ويصب ذلك في النهاية في صالح المستهلك بشكل أو بآخر، وكذلك أيضا في صالح تحسين جودة الصناعات المختلفة. المنافسة هي القانون الحاكم الذي يجب دائما أن ينتبه إليه كل المصنعين، وذلك حفاظا على مقدراتهم وكذلك على صالح المستهلك الذي يقوم بشراء السلع والمنتجات المختلفة. وصل الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصنع الألبان لنتابع في الوحدات المختلفة داخل هذا المصنع مراحل إنتاج الألبان المختلفة والمنتجات التي يمكن أن تستخرج وأن تعالج من الألبان، وبطبيعة الحال فهذه صناعة عملاقة وتحتاج إلى كثير من الجهد ومن التكنولوجيا ومن سلامة الغذاء والحفاظ أيضا على جودة ونظافة الألبان والمنتجات التي تخرج من هنا. وكما ترون فالتعبئة تتم على وتغليف يتمان على أحدث طرز ونظام، فهذه المصانع مصانع حديثة للغاية، وجزء من هذه المصانع أو القسم الأساسي الميكانيكي بالأساس تم استيراده، لكن تم تركيبه بأياد مصرية، وكذلك هناك صناعات تكميلية تم إلحاقها بهذه المصانع ليصبح المكون المحلي جزءا أساسيا من الآلات التي تتابعونها والتي ترونها الآن أمام حضراتكم على الشاشة. إن مسألة توطين الصناعة وتوطين التكنولوجيا لهو أمر أساسي في تحسين جودة الصناعات وفي تحسين مناخ الصناعة في مصر، وصولا إلى الارتقاء بهذا القطاع المهم، فهو قاطرة التنمية الحقيقية. الصناعة في مختلف القطاعات سواء الصناعات الغذائية أو غيرها من الصناعات، هذا أمر تصر أو توجه إليه القيادة السياسية
بأن يتم توطين الصناعات وأن تستحدث الصناعة الوطنية بشكل محلي وبخبرات وأيد مصرية خالصة بعد ربما استيراد التكنولوجيا في المقام الأول من الخارج، لكن من المهم بطبيعة الحال أن يتم توطينها وأن يعلم الصانع المصري أسرار الصناعات المختلفة في مختلف القطاعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن يتابع إحدى المراحل الموجودة هنا في مصنع الألبان في التعبئة والتغليف، فهناك ألبان مختلفة وبأسماء تجارية مختلفة كما تتابعون حضراتكم، وهذا بطبيعة الحال يسهم كثيرا في مسألة الوجبات الغذائية المدرسية كذلك في الأسواق المختلفة، والألبان هي إحدى السلع المهمة للأسرة المصرية خاصة في غذاء الأطفال سواء في وجباتهم المدرسية أو كذلك في الحياة العادية. نتابع هنا في هذا اليوم إضافة جديدة وحقيقية لمقدرات الصناعة في مصر من خلال شركة سايلو فودز للأغذية، والتي تقوم القوات المسلحة ممثلة في جهاز الخدمة بها في توفير عديد من المنتجات حرصا على الأمن الغذائي للمواطن والإقلال من الفجوة الغذائية وكذلك من الفجوة السعرية ما بين القدرة الشرائية للمواطن وبين الأسعار التي ازدادت مؤخرا بشكل مضطرد، وها هو دور الدولة في الحد من هذه الزيادات وفي تحقيق نوع من التوازن في الأسواق عن طريق توفير البدائل الملائمة بالجودة المناسبة وبالأسعار الأفضل والتنافسية بطبيعة الحال. يتابع السيد الرئيس الآن المراحل المختلفة في داخل المصنع، وهناك يعني المتتبع للصورة وللمساحات سيجد أنه المصانع قد أقيمت على مساحات شاسعة، وهذا يظهر جليا أمام حضراتكم. نحاول أن نوفر الصور سواء من داخل المصانع أو من خارجها، يعني الحقيقة أننا نتحدث عن مدينة حقيقية فعلية هنا في مدينة السادات، لم يعني يطلق عليها مدينة غذائية جزافا، بل هي تمتد لمسافات، وكذلك المصانع والهناجر الموجودة والتي تم بناؤها هنا. اللافت للنظر أن هذه المصانع وكل هذا الحجم والإنجاز تم إنشاؤه في 14 شهرا فقط وبهذه الجودة، وبدأ العمل بالفعل، وبالفعل بدأت الإيرادات. ويعني لا أخفيكم أنني حاولت أن أبحث عن الجانب الذي يمثل الإيراد مقابلة بالجانب الذي يمثل المصروفات ومصروفات التأسيس التي تم إنشاؤها هنا، وأنه تم بالفعل يعني رد جزء كبير من الاستثمارات التي تم استثمارها وخلال هذه المدة التي تخطت العام بأربعة أشهر أو بخمسة أشهر حتى الآن، أي أننا جاوزنا 16 شهرا من تاريخ عمل هذه المصانع، ونحن اليوم نفتتح المرحلة الثانية، وقد بلغت نسبة تغطية التكاليف الاستثمارية وتكاليف رأس المال التي تم إنفاقها هنا ربما تجاوز إلى ثلث ما تم إنفاقه وجاء في صورة إيرادات، وينتظر طبعا أن تزداد هذه الإيرادات بازدياد المنتجات وبازدياد حجم السوق المحلية واستيعابها للمنتجات المختلفة وبأسعار تنافسية للغاية. إن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الدولة هو دور للغاية مهم،
ويجب على الدولة كذلك أن ترسم الملامح المهمة لسير الاقتصاد في المرحلة المقبلة، وهذا هو أحد الملامح التي يتم رسمها ونتابعه عبر شاشاتنا المختلفة اليوم. لكن كذلك فنمط الاستهلاك يجب كذلك أن يتغير لدى العديد منا. الأنماط الاستهلاكية ربما في بعض السلع، ويجب الحفاظ على المقدرات التي بين أيدينا، المقدرات المختلفة. هذا أمر آخر وموازن لتوجهات الدولة، لكن هو ربما الدور الذي يجب أن يقوم به كذلك المواطن، حذوا بالخطوات التي يجب على الدولة أن تطلع بها هي الأخرى. فكل عليه مسؤولياته، وكل يجب عليه أن يقدم ما عليه من واجب سواء اقتصادي أو مجتمعي. مشاهدينا الكرام، من مدينة السادات نتابع هذه الفعاليات على الهواء مباشرة من المدينة الصناعية الغذائية، والتي تقع بها مصانع شركة سايلو فودز للأغذية، وعددها 9 مصانع عملاقة في مجالات مختلفة. وحينما أتحدث عن 9 مصانع فإنني أتحدث عن مصانع يحتوي كل واحد فيها على عدد آخر من المصانع الأصغر، فنحن نتحدث عن صناعات عملاقة تغطي في بعض المنتجات ربما نحو ثلث إنتاج مصر واستهلاك مصر من بعض المنتجات الاستراتيجية، وبالتالي نتحدث عن حجم كبير للغاية، توفيرا للأمن الغذائي. والأمن الغذائي هو أحد أهم أنواع الأمن القومي التي يجب الحفاظ عليها، فمن لا يملك قوته لا يملك قراره، وبالتالي فالالتفات والاهتمام بهذا النوع من الأمن هو أمر مهم للغاية من أجل تحقيق أمن المواطن ووصولا إلى يعني صحة جيدة للمواطن المصري ممثلة في الأجيال الجديدة. فجزء كبير لا يمكن أن يتم إغفاله ما تقوم به شركة سايلو فودز للأغذية من توفير الوجبات المدرسية للتلاميذ في مختلف المراحل الدراسية. فالوجبات التي توفر لهم تمد الطالب بنحو 30% تقريبا من احتياجاته من البروتين ومن الغذاء والطاقة بحسب الدراسة التي أجريت على ما يتم تقديمه للمراحل المختلفة. وقد كان هذا في الحقيقة توجيها منذ ربما أكثر من عامين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما قال إنه يجب الالتفات إلى صحة التلاميذ وكذلك معالجة الأمراض التي يسببها سوء التغذية، مثل أمراض التقزم وغيرها من الأمراض التي ربما تلحق ببعض أبنائنا، ويجب الالتفات إلى الوجبات المدرسية وصحة هذه وجودة وسلامة هذه الوجبات التي تقدم إليهم. بدأ العمل في شركة سايلو فودز، وهذا هو الشارع الرئيسي الذي تقع فيه الشركة، عام 2019، أي أننا نتحدث على ما يربو 3 سنوات بقليل. قد كانت هذه المنطقة صحراء تماما، لم يكن فيها أي نوع من العمران، وقد تم تعبيد الطريق وتم رصفه، وبالتالي إنشاء المصانع هنا في هذا المكان بخبرات مصرية، وكذلك بالتعاون مع الخبرات السويسرية التي أسهمت في تجهيز بعض المصانع. هذا هو
المشهد من فوق، تتابعون المدينة الصناعية الغذائية. هذا هو المشهد العام، يظهر كذلك الأماكن السكنية والأماكن الترفيهية، ربما تتابعون أنها مدينة متكاملة فيها كل أنواع الأنشطة وليس فقط الصناعات الغذائية. فالكثير من العاملين هنا في هذه المصانع يقيمون في داخل المدينة الصناعية توفيرا للوقت وللجهد وكذلك حفاظا على جودة الحياة. الحقيقة أيضا حينما جئت إلى هنا وتتبعت المصانع المختلفة التي تظهر أمام حضراتكم، كنت أسأل على مواعيد العمل، يعني هي تبدأ من الساعة يعني في الصباح، من يعني كم الساعة التي تبدأ فيها مواعيد العمل؟ فقيل لي إن العمل هنا لا يتوقف، ليس هناك موعد لبدء العمل في الصباح أو لختامه في المساء أو الليل، وإنما هي ثلاث ورديات متتالية على مدار 24 ساعة وعلى مدار 7 أيام، عمل لا يتوقف هنا في داخل المدينة، عمل مستمر من أجل رفع كفاءة الإنتاج ومن أجل غزارة الإنتاج الذي يقدم إلى يعني الجهات والقطاعات المختلفة وعلى المستوى التجاري وكذلك عن طريق وزارة التموين، وصولا إلى يد المستهلك وإلى يد يعني المواطن، وصولا إلى تحقيق الرضا والاكتفاء الغذائي بشكل كبير. ما تتابعونه هنا من تفاصيل، وربما الكاميرا تظهر العديد من التفاصيل، ونحاول أن نصل إلى هذه التفاصيل من خلال يعني كاميرتنا وكذلك من خلال النقل بالمايك. هذه طبعا هي أنواع المكرونة المختلفة بعد طحن الدقيق وبعد ذلك دمج الدقيق بالماء بطريقة معينة، وصولا إلى هذه الوصفات وهذه يعني العجينة التي تتكون منها المكرونة. ويعني دخلت مصنع المكرونة لأسأل القائمين عليه كيف يتم صنعها، فوجدت يعني حجما عملاقا وجانبا كبيرا للغاية مما يجري، أنه هناك مقاييس عالمية بيتم توفيرها هنا، المقاييس في سواء في الخلطات أو في مراحل التجميد أو في مراحل يعني صناعة هذه المخبوزات المختلفة، ووصولا إلى أنواع المكرونات أيضا المختلفة. أنا أتحدث طبعا عن عدد من المصانع، فهناك مصنع للمخبوزات ومصنع للمكرونة ومصنع للكرتون ومصنع للأجبان والألبان كما تتابعون حضراتكم، ومصنع للبسكويت المختلف. لكن الحديث كذلك عن المكرونة وصولا إلى المقاييس العالمية، وهذا ينسحب على كل المنتجات التي ترونها حضراتكم أمامكم في مختلف الصناعات، الوصول إلى درجة تبخير تصل بنسبة المياه في داخل المكرونة إلى 11.5%، كذلك أنواع الشوكولاتة المختلفة كما تشاهدون، وتتم بعد ذلك تعبئتها وتقسيمها وتغليفها في يعني أشكال جيدة للغاية ومنافسة. فمسألة التغليف ومسألة التصميم أيضا للأغلفة المختلفة يتم الاعتناء بها بشكل كبير، كما يتم الاعتناء بآلية وأتمتة هذه المنتجات كما ترون حضراتكم، وينسحب العنصر البشري على تحديد ربما الأخطاء والأجزاء غير الكاملة ونزعها من سير العملية. هذه هي المنتجات، هذه هي الطحينة وكذلك مصنع الحلاوة في عدد كبير من المنتجات، وليس كلها باسم تجاري واحد، بل يتم تقسيمها إلى عدد من الطعوم وعدد من الأشكال ومن الأحجام وكذلك من التغليفات، ويتم بعد ذلك ضخها في الأسواق المختلفة سواء في وجبات مدرسية أو من خلال برامج النقاط التي توفرها وزارة التموين لمستحقي التموين لدى البدالين التموينيين، وأيضا من خلال السلاسل التجارية المختلفة التي تقوم ببيع المنتجات المختلفة. مسألة التغليف كما يقولون في المثل، إنه العين
تأكل قبل المعدة والعين تشتري قبل الجيب بالفعل. فتقديم المنتجات في صورة لائقة بها وفي صورة منافسة لمثيلتها ليس فقط من المنتجات المحلية ولكن كذلك من المنتجات العالمية ومن المنتجات التي يتم استيرادها. تحدثت إلى رئيس مجلس إدارة شركة سيلو للأغذية وقال لي أنه بيتم استيراد بسكوت في مصر بنحو 30 مليون دولار سنويا وتوفير البسكوت بجودة منافسة. هذا سوف يقلل من حجم الاستيراد وبالتالي سيوفر العملة الصعبة التي نعلم جميعا أننا نحتاجها بشكل كبير في هذه الأيام وفي الفترة الماضية وطبعا في الفترة المقبلة. هذه المنتجات ربما تسهم كذلك في توفير العملة الصعبة بشكل آخر عن طريق التصدير، فيتم التصدير لأكثر من 10 بلدان في العالم، منها بلدان إفريقية وكذلك منها بعض الدول الأوروبية كاليونان وبعض الدول العربية يتم التصدير إليها. وحينما تسألت ربما عن يعني من يتم التصدير إليه، فمن يعني يتم التصدير لبعض الدول العربية كدولة الإمارات العربية المتحدة وكالمملكة العربية السعودية. هناك الحقيقة بعض خطوط إنتاج، هذه خطوط إنتاج المكرونة الفاخرة مكرونة باليرمو التي يتم إنتاجها وتصديرها بمقاييس عالمية إلى عديد من دول العالم. ما نتحدث عنه هو المنتجات المختلفة في شرائح مالية مختلفة، يعني بطبيعة الحال يتم بيع المنتجات هذه بشرائح سعرية مختلفة وصولا إلى الشرائح الاجتماعية المختلفة والمنتجات المختلفة. أهمية هذا المشروع وأهمية ما نتحدث عنه من افتتاحات اليوم ربما يجدر بنا أن نتحدث كثيرا عن الأمن الغذائي. والأمن الغذائي ليس فقط حديثا عن سلع استراتيجية كالسكر والأرز والزيت، ولكن يمتد الأمن الغذائي لمختلف السلع التي لا غنى عنها ربما لدى الشرائح السنية أيضا الصغيرة والأطفال واحتياجاتهم. وهذا هو التفكير الكلي الذي يجب أن نلتفت إليه. إن ما يتم في هذه المصانع العملاقة من عمل دائم خلال الأيام التي لا تنقطع، وأتحدث لحضراتكم عن الورديات الثلاثة في الساعات 24 وعلى مدار أيام الأسبوع 7 دون انقطاع، له عمل جبار وله عمل كبير للوصول إلى ما ترونه في هذه الأرفف، أن تكون هذه المنتجات بهذه الغزارة وبهذه التنافسية وبهذا الوفر في كل الأماكن من محافظات مصر المختلفة وصولا إلى أيدي المستهلك في مختلف فئاته السعرية والاقتصادية. يصل ركب السيد الرئيس الآن إلى نقطة أخرى في هذه الجولة بعد أن تفقد أكثر من نقطة واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للأغذية. هذا هو معرض المنتجات الذي يحتوي على بعض أو يعني بعض من هذه المنتجات، من كل منتج يتم عرضه هنا في هذا المعرض. جدير بالذكر أيضا أن هناك سوبر ماركت أو معرض متاح لأي أحد يريد أن يشتري من هذه المنتجات، يمكن أن يقدم إلى هنا في مدينة السادات وبالتالي يشتري من منتجات هذه الشركة المختلفة. المنتجات الحقيقة بتتميز بتنوع كبير للغاية، اختيارات يعني سنتابع الآن عدد الاختيارات وأرجو أن تتابعوا من خلال الكاميرا والعرض. عندنا كل الفئات وكل الأبواب كل مراحل السنة بالضبط.
كما ترون حضراتكم في هذه الصور، هناك تعدد كبير للمنتجات في الطعوم المختلفة، في الشوكولاتات وكذلك البسكوتات والويفر الذي تقدم بطبيعة الحال إلى الأطفال والتلاميذ في وجباتهم المدرسية، وتوفر جانبا مهما من الحماية الغذائية لأبنائنا في مراحل عمرهم المختلفة. رعي في هذه المنتجات ألا تكون فقط منتجات تزيد من الوزن، بل كذلك رعي في مكوناتها أن تكون مكونات مفيدة ومكونات صحية تقدم إلى أطفالنا، بما يحقق لهم تغذية سليمة. وبطبيعة الحال فإن العقل السليم كما يقولون هو في الجسم السليم، ومن أهم أسباب سلامة الجسد هي التغذية الصحيحة، وهذه هي بعض المخبوزات أيضا التي تقدم وبشكل طازج يومي، وربما يمتد لأكثر من يوم لبعض هذه أنواع هذه المخبوزات. يتم إعداد السندويتشات المدرسية، هذه هي المخابز المختلفة والعلامة التجارية الخاصة بهذا المخبز، كذلك مصانع البسكويت. يعني الحقيقة منتجات متعددة، وأمر يعني يظهر جليا للعيان أنه بيتم من خلال صناعة وتكنولوجيا للغاية متقدمة في مراحل التصنيع المختلفة وكذلك مراحل الطباعة والتغليف لهذه المنتجات. الآن يعني تتابعون المخبوزات، يعني هذا هو المعرض، فهناك أنواع من الخبز وكذلك من التوست المختلف، سواء يعني الذي يحمل سعرات على حرارية عالية أو الأقل في السعرات الحرارية، من أجود الأقماح التي ترد إلينا بعد أن تتم معالجة هذه الأقماح وبعد أن يتم طحنها، وكذلك من خلال النظم المميكنة بشكل كبير ويتم ضخها في أنابيب. ورأيت هذه الأنابيب بين المصانع المختلفة بدءا من صومعة الأقماح ومرورا إلى المطاحن وبعدها إلى المصانع المختلفة، سواء في المخابز أو سواء في البسكوتات أو في المنتجات الأخرى. يستمع السيد الرئيس إلى شرح في هذا المعرض لبعض منتجات الدقيق التي كذلك تباع هنا، منتجات مختلفة للدقيق من اللواء تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للأغذية، ثم بعد ذلك إلى قسم آخر ينتقل السيد الرئيس إلى قسم الطحينة والحلاوة، وكلها بطبيعة الحال منتجات غذائية مهمة. يعني المواطن المصري والشعب المصري يعني يستعملها بكثرة وبشكل يهتم بها بشكل كبير في جميع البيوت المصرية، وتقدم إلى أبنائنا حيث توفر كما جيدا من الطاقة من أجل يعني بناء الأجسام بشكل يعني يصلح لأن يكون هناك جيل أفضل في كل وقت يمر على هذا الوطن. اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة
هذه المنتجات أعتقد أنه إلى حد يعني يمكن أن نقول مباشر أنه اهتمام منه بصحة الأجيال القادمة وبالحفاظ على القدرات الجسمانية وبالتالي أيضا القدرات العقلية. فالثروة البشرية هي ثروة الأوطان الحقيقية، ثروة الأوطان إضافة إلى الاقتصاد وإضافة إلى يعني كل ما يمكن أن يدخل في الأنشطة الاقتصادية من صناعات وغيرها، تظل هي الثروة البشرية، هم ثروة الأمم الحقيقية، فالإنسان هو الذي يصنع كل ذلك. هذا طبعا عرض لي الشوكولاتات المختلفة في الأشكال المختلفة له، وهنا الأجبان التي يتم إنتاجها في مصانع الألبان، وهذا طبعا هو الإنتاج الجديد حيث يتم افتتاح المرحلة الجديدة، المرحلة الثانية من هذه المصانع اليوم، مراحل صناعة الألبان وصناعة الأجبان في هذا المكان الذي يحوي الكثير من الصناعات التي نتابع جانبا وقسما كبيرا منها. يمكن حضراتكم كما تتابعون معي يعني المعرض نفسه معرض ممتد، وهناك العديد من أشكال المنتجات وليس منتجا واحدا، فيتبين من الألوان التي تتميز بها هذه الأشكال تعدد أعداد الأصناف التي يتم إنتاجها ويتم بيعها هنا، وكذلك توزيعها يعني أسطول توزيع يمكن حضراتكم شفتم منذ قليل وتابعتم سيارات شحن الأسطول الكبير الذي يتم فيه الشحن والتوزيع فور الإنتاج. ويعني المنتجات دائما وبطبيعة نمط الاستهلاك أنه تظل هذه المنتجات دائما طازجة، ودائما تظل هذه المنتجات تقدم بشكل يعني جيد للغاية. الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هذه الصورة التذكارية مع العاملين بشركة سايلو فودز للأغذية، هذه الصورة التذكارية التي ترمز لهذا اليوم في افتتاح المرحلة الثانية من مصانع سايلو فودز، مراحل الأجبان والألبان التي يتم تصنيعها هنا. طبعا هذا هو الخبز، يعني أنواع مختلفة أيضا من الخبز، هذا هو الخبز الشامي، ويتم بعد ذلك تعبئة يعني سواء هذه المخبوزات أو كل المنتجات وتوزيعها فور التعبئة بأسطول يعني كفء للغاية، أسطول توزيع يصل إلى جميع أماكن الجمهورية. طبعا المراحل المختلفة، يعني نحاول أن نقدم لحضراتكم صورا من المراحل المتتالية والتي توصل إلى هذه المنتجات النهائية، المنتجات التي يعني يفخر كل مصري أن تكون منتجات مصرية تقدم إلى أبناء هذا الوطن، وكذلك يتم تصديرها. الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني وقد أوشك على المغادرة بعد أن قام بهذه الجولة التفقدية وبهذه الزيارة لمدينة سايلو فودز لمدينة الأغذية الغذاء هنا في مدينة السادات، يتبادل أحاديث ودية مع القائمين عليها ويغادر. والآن بعد أن تم الإذان ببدء الإنتاج في هذه المرحلة الثانية في افتتاح هذه المصانع الجديدة التي تضاف إلى رصيد هذا الوطن في قطاعات جديدة ومتجددة، بتضاف كل إنجاز الحقيقة بيجري على أرض مصر هو يضاف إلى الرصيد الوطني الحقيقي.